استمع معي رعاك الله إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن أسباب انشراح الصدر. الأمر الأول الذي به تنشرح الصدور التوحيد. قال رحمه الله: كلما عظم توحيدك وكمل وزاد انشرح صدرك واتسع قلبك، فبالتوحيد تنشرح الصدور، وبالشرك وبالبدع تضيق الصدور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الأمر الثاني الذي به تنشرح الصدور وتسعد القلوب: النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد. قال رحمه الله: وهو نور الإيمان. الأمر الثالث الذي به ينشرح صدرك ويسعد فؤادك: الإقبال على الله وعلى محبته. ولهذه المحبة كما قال رحمه الله تأثير على انشراح الصدر. الأمر الرابع الذي به تنشرح الصدور: ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الخامس الذي به تنشرح الصدور وتسعد القلوب به: العلم. قال رحمه الله: فإنه إذا تعلم العلم كان قلبه أوسع من الدنيا انشراحا. قال: وليس هذا لكل علم، إنما هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وليس لكل علم، إنما هو للعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العلم النافع. قال: فليس هناك أوسع صدرا ولا أشرح قلبا من العلماء. لما؟ لأنهم في علمهم لا قال فلان ولا قال فلان، إنما قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما فهم ذلك سلف هذه الأمة. الأمر السادس الذي به تنشرح الصدور وتسعد القلوب: الإحسان إلى الخلق بالمال إن استطعت، ببدنك كأن تذهب معه لقضاء حاجة يريدها، إحسان العبد للغير، أن تنفعهم بالجاه وبسائر، كما قال، وبسائر أنواع الإحسان، أن تنفعهم بجاهك بشفاعتك بواسطتك دون أن تطلب منهم حظا دنيويا أو أجرا، إنما تبتغي الأجر من الله عز وجل. الأمر السابع الذي به تنشرح الصدور: الشجاعة. فيقول رحمه الله: فليس هناك من هو أسعد من قلب الشجاع. ليس معناه المتهور، لا. الأمر الثامن الذي به تنشرح الصدور: أن تقلل من فضول، يعني من زيادات المباحات، لأن المحرمات يجب أن تنتهي عنها الزيادة،
الإكثار منها. الإكثار، ترك الإكثار من المباحات. قال: ترك فضول الكلام والمعاشرة والمحادثة، كالمحادثات التي تكون في وسائل التواصل الإكثار منها، وإن كانت مباحة، فإن كانت محرمة فبالاتفاق محرم، المحرم محرم. قال: ترك فضول الكلام والمخالطة والاستماع للغير والنوم، ترك كثرة النوم وكثرة الأكل. قال رحمه الله: فإن هذه إذا كثرت تستحيل، يعني تتحول، تستحيل هموما وغموما على صدر العبد. قال: وأعظم هموم الدنيا والآخرة من هذه الأمور. الأمر التاسع الذي به تنشرح الصدور: أن ينظف الإنسان قلبه من الصفات الذميمة. فقد قال رحمه الله: فإن الإنسان قد يأتي بما يشرح صدره من تلك الأسباب لكنه لا ينظف قلبه من الصفات الذميمة. قال: فإنه لا ينال بحظ وافر من انشراح الصدر. قال: وإنما يعتريه أمران، تلك الصفات الطيبة وتلك الصفات السيئة، والغلبة إنما تكون لمن غلب منهما. الأمر العاشر الذي به تنشرح الصدور وتسعد القلوب: قال رحمه الله: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الخلق انشراحا للصدر، أكملهم في هذا. قال: مع أن الله شرح صدره شرحا حسيا، قال: فهو أعظم الناس انشراحا للصدر. قال رحمه الله: ولمن تابعه له نصيب من هذا الانشراح. قال: وبقدر متابعتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تنال من انشراح الصدر ما تنال من تلك المتابعة. قال: ولا عبرة بانشراح صدر هذا الشخص لعارض، ولا بضيق صدر هذا الشخص لعارض، فإن العوارض تزول بأسبابها. نعم، بعض الناس قد لا يأتي بتلك الأسباب لكن ينشرح صدره لعارض ما، لكن هذا الانشراح لا يبقى. بعض الناس قد يأتي بتلك الصفات الطيبة ويأتي بها، ولكنه قد يأتيه عارض من فقدان حبيب أو فقدان شيء من أمور الدنيا أو ما شابه ذلك من هم وكذا، فإنه لا يدل على عدم انشراح صدره. قال: ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، لأن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما بتلك الصفة التي بها ينشرح الصدر، أو بتلك الصفة التي بها يضيق الصدر. قال: وهذا هو الميزان، الميزان في تلك الصفات التي تكون في القلب لا بتلك العوارض التي تزول بزوال أسبابها. قال رحمه الله: والله المستعان.